بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. طريقة صنع زيت اللوز، سواء اللوز زيت اللوز المر أو الحلو، يوجد طرق عديدة جدا، ولكن لأنه زيت اللوز بالذات أحد الزيوت المهمة جدا عند المرأة، لأنها تستخدم معظم الخلطات، أغلب الخلطات فيها زيت لوز، أغلب الغالبية الساحقة منها فيها زيت لوز، ولذلك أنت تحتاجي إلى زيت لوز أصلي 100%، مو 99%. ليش؟ لأنه إذا استخدمتي زيت لوز أصلي 100%، يعني الوصفة أو الخلطة بدل أن تبقي شهرين وانت تستخدميها، 3 أيام تستفيد يعني، أسبوع بالكثير تستفيد يعني، ولكن لما يكون زيت مزور، زيت مغشوش، هاي يمكن ضرك 3 شهور حتى تستفيد عليه. ولذلك هذا الزيت الأصلي، زيت اللوز، لما يكون أصلي بيختصر عليك الوقت جدا، زائد بيعطيك النتيجة الحقيقية التي تنشديها. نأتي بلوز، بذور اللوز مجففة أو يعني فيها طراوة قليلا، ما في، يكون أحسن وأحسن. ثم نضعها بالخلاط الكهربائي، خلاط، وأريد منك أن لا تستخدم القوة والعنف يعني مع الخلاط، شوي شوي، حبة حبة، عشان ما تكسري فراش الخلاط. تكسري خراب فراش الخلاط. حطي شوي شوي، حطي أول شوية لوز، حطيتي، أضربي بالخلاط، فر وقفي، فر وقفي، فر وقفي، لما تشوفيهم انطحنوا تقريبا ضيفي شوية، ردي، فر وقفي، فر وقفي، وهكذا شوي شوي، حتى تصير الكمية، وحتى تحطي كل الكمية اللي بدك تعمليها الزيت. الآن علشان تسهلي عملية المزج، ضيفي 3 ملاعق، 5 ملاعق أو 7 ملاعق زيت زيتون أصلي. تأكدي بأنه زيت يكون زيت الزيتون أصلي، ولما تشتري زيت الزيتون يكون مكتوب عليه معصور على البارد، تم عصره على البارد. ما تحطي زيت الزيتون دفعة واحدة، فر ملعقة ملعقة، تحطي ملعقة تضربي توقفي، تضيفي ملعقة ثانية أكثر، ها بعدين ترجعي ملعقة بلاستيك، تمسك الخلاط من جوا بالحواف كده، وتقلبيهم بالملعقة البلاستيك طرية سيليكون، تضربي تدخل طيب، تردي ترجعي فر تضربيهم حتى صيروا عندك عجين أكبر قدر ممكن. خلصتي مباشرة تنزليهم، تجيبي هاون أو مهراس مثل هذا نحاسي أو ستيل، ستانلس ستيل، وتحطيهم فيه وتبلشي. ظلك تضربي بيهم كأنك بتضربي بعدوك. كيف تضربي بعدوك؟ كسريهم، خليهم يصيروا عجينة، كل ما صاروا عجينة تأخذي زيت الزيت، زيت اللوز الملكي، رويال كينج، تبع كينجات، تبع ملوك. كل ما ضربتي أكثر، كل ما أخذتي زيت لوز أكثر وأزين وأحسن. بعد ما صاروا عجين أبدا متمازجات، معليش الأمر متعب، ولكن والله إن شاء الله ستحصلي على زيت لوز نمبر 1 سوبر، ولك زيت لوز ملكي أصلي.
بعدين يا عيوني يا قلبي انتو تاخذوا العجينة هاي تبعيث اللوز كلها وتحطوها بقطرة من الزجاج زجاج تحطوها قرعة زجاج كذا تحطوها وتسدوا عليها وتتركوها بمكان دافي مش بالشمس لا يعني مكان دافي او قريب من الشباك يعني بيجيب حرارة وتحطوها تحطوها القنينة هالقرعة هالقطرميز المرطبان تحطوه كده تتركوه لا تلمسوه ولا تحركوه وتنبه على الاولاد قولهم يا عيال اياكم اياكم ابن امه يحركوا لو حركة صغيرة وتركيه تركيه عدة ايام ها بعد عدة ايام باذن الله تعالى راح تلاحظي بانه صار عندك طبقتين طبقة فيها اللوز اللوز عجينة اللوز وطبقة فيها زيت اللوز امسك الكاس وزليه زل كده شوي شوي ها زليه بعدين تكوني حصلتي على اول كمية اول كمية الان اتركيها ردي ارجعي غطيها وتركيها بعد يومين ثلاث ستلاحظي كمان رد فصل اكثر تردي تاخذي الزيت اللي طلع وتحطيه وتتركي حتى وتركي بعدين بصير كل اسبوع اسبوعين حتى يطلع معك طبق الزيت زلي وهكذا حتى تاخذي كل ال 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 العده ولا تاخذي الزيت منه نهائيا الان العجينه اللي باقيه هذه العجينه اللي بقيت هذه لا ترميها ما بترميها لا بتقدري اذا بدك تطلعي زيت لوز زيت لوز درجه ثانيه كيف تحطيه بالبشاش وتضغطي وتعصريه بتحصلي لك شويه زيت لوز بتقدري تستخدميه هذا للبشره ما عندك مشكله ايضا زيت نمبر 1 ولكن يعني فيه شويه من بقايا اللوز لكن الاول راح يكون كله صافي 100% الان العجينه هاي اللي بقيت عندك يا بنتي شو تعملي فيه ترميه اللوز غالي حرام نرميه شوفي شو تساوي تعملي زبده اللوز تجيبيه اذا عندك اولاد ضعيفين او غير اذكياء بدك ولا ابنك يطلع ذكي او بنتك او انت اثناء الدوره تقدري تاكليها بايام الدوره او تطعميه للاطفال او زوجك تقويه تقدري تجيبي العجين اللي بقيت هاي وتجيبي سمسم جنجلان اذا بدك جنجلان سمسم كده تحمصيهم شوي تحميص وتدقيهم بالمهراس تدقيهم ناعم قد ما تقدر وتحطيهم تخلطيهم معهم مع العجينة هاي وتجيبي عسل بلدي أصلي وتحطي معهم وتخلطيهم الصبح تجيبي لك صحن تضربي لك شوي من تحطيهم سمو بالله وهالخبز الزرع خبز العراقي أو خبز التميس أو خبز المرقوق أو المكشوش شاط البلدي أو خبز المهايد السوري الحوراني الدرعاوي السوري ها تضرب تحطوا منه خبز الفران خبز الزرع خبز الخير خبز البركة وغمسوا وافطروا فيه عضل 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 أبو عضل أبو عضل صيري أم عضل أم عضل قوة للأطفال لأبو العيال ليكي وإذا عندك طحينية حطي لي كمان ملعقة طحينية إذا عندك دبس عنب أو دبس تين حطي إذا عندك دبس تمر خلطي معهم بدل العسل إذا بدك إذا ما عندك عسل خلطي فيهم وضرب الصبح منه وضرب بالليل ملعقة أعطي لأبو عوض قولي له ضرب لك ملعقة قوي حالك فضحتنا الله يخرب بيت إبليسك أضربه منه كده نكون استفدنا من كل كمية اللوز 100% وحصلنا على زيت لوز نمبر 1 أصلي ولك هذا زيت اللوز
اذا زوجك ميت على العكاز بيمشي هيك ميت ها ها ميت، اذا بتعطيه كل يوم ملعقه بس مع ملعقه زيت سمسم زيت جنجلان لمده اسبوعين يصير ابو عضل، والله يصير ابو عضل، وخصوصا اذا كان ما معه سكري وضرب معه دبس تمر. الله 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 كذا يصير انت ترجعي قوه وعافيه وخير وبركه. واضربوا منه على وجوهك، اضربن على جسمك، ادلكم فيه، يخلي وجهك مثل قرص الذهب، والله مثل قرص الذهب، والله هذا زيت اللوز الاصلي. بيضحكوا علينا بيعطونا قنينه قرعه كبرها كذا بيقولوا لك بعشره، في زيت لوز كيلو بعشره، والله لو زيت سلاح، والله لو زيت سيارات ما جبناه بعشره، ما ادري وش الزيت ده، منعون ابو ابليس بيضحكوا علينا. هذا زيت اللوز، هذا الزيت اللوز الملكي نمبر 1 بيتك، ما يحتاج خليك صنعة شاطرة واعملي فيه وتغذي وغذي هالعيال خليهم يطلعوا اذكياء بالاول بالمدرسة ان شاء الله. يا رب تفرحوا بعيالكم يا رب وبناتكم يا رب. يلا حطوا يا شباب على وجوهكم، على هاللحية دهنوا، هاللحية دهنوا وجوه، ادهنوا شعركم يا حريم منه، دهنوا جسمكم يصير مثل الجولد ذهب ما شاء الله. ابو عبد العزيز العشاب، ابو عبد العزيز الشمري، والنعم بكل شمر مداح نفسه. أبو عبد العزيز كان معكم، إلى اللقاء في فيديوهات مجلجلة أخرى. حطم تحطيم لكل كلب يتطاول على أبو عبد العزيز. إلى اللقاء في أقوى الدروس على الإطلاق وأقوى الوصفات. ما نريد مال ولا بدنا شكر ولا لايك، ما بهمنا، إحنا تجارتنا محرب بالواحد الأحد. وعاشت سوريا، عاشت سوريا، عاشت سوريا. السلام عليكم.